كابتن جمال، يعني بتتكلم ان بيراميدز ليه ما يبقاش عينه على بطوله زي دي، بطوله فيها كل حاجه متوفره له ان هو يقدر ينافس عليها. شايف من وجهه نظرك اسباب الشكل اللي ظهر بيه بيراميدز مع كابتن ايهاب جلال وبيلعب النهارده من غير دوافع؟ يعني انت بتتكلم في لعيبه كتيره، لعيبه صغيره بتلعب من غير ما عندكش دافع لحاجه. لا بس ده اول مباراه يلعب بالتشكيل. لا انا بتكلم من غير يعني دوافع النهارده على مباراه النهارده. المباريات السابقه كلها كان بيلعب بيعتبر طبعا بالتشكيل الاساسي، يعني انت غايب من عندك 2 لعيبه اللي هو عبد الله السعيد ورمضان صبحي، لعيبه مؤثره بس المفروض انه بالشكل يعني ده بيراميدز عندها سكواد قوي جدا. انا نفسي كنت متخيل ان بيراميدز هتلعب على البطوله، يعني من قبل ما البطوله تبدا كنت متخيل ان بيراميدز مركزه ان هي تاخد بطوله زي بطوله كاس الرابطه، اول مره تتعمل، محتاجين ان هم ياخدوا بطوله، ياخدوا ثقه، اللعيبه بقى لها فتره بتحاول ان هي تاخد الكونفدراليه، وصلوا مرتين فاينل، بيبقوا ماشيين كويس في الدوري، بس الدوري بيبقى صعب، يعني ان انت تاخد بطوله زي بطوله الدوري عايزه طبعا. نفس طويل جدا وعايزه منظومه مكتمله. ف بيراميدز في بعض الاجزاء من المنظومه دي بتاعتهم اكيد مش مكتمله، لان الجمهور ده العامل الاساسي، ما عندوش جمهور مش زي الزمالك والاهلي. طبعا فدي نقطة مهمة جدا ان هم كانوا يركزوا في كأس الرابطة. بس يعني من معلوماتنا يعني عن الكابتن ايهاب انه مش يعني ما كانش مركز في البطولة دي ان هو ياخدها، دايما هو في المباريات الودية ما بيعمل نتائج سلبية، هو دي يعني دي طريقته، ما بيبقاش يعني حاطط الهدف في المباريات دي على المكسب او على نتيجة المباراة، بياخدها بقى من جانب بدني، من جانب خططي، جانب ان انا بجرب حاجه، عايز اغير طريقه لعب، عايز ادي اللعيبه كذا طريقه لعب في نفس المباراه، دي كلها امور ممكن يكون ده الاهداف بتاعته. انما هي الاهداف مختلفه قلنا عن البطوله كلها من فرقه لفرقه، بس مين اللي استفاد مين اللي ما استفادش، اللي احنا شايفينه ان بيراميدز ما استفادش، ده اللي احنا شايفينه قدامنا، انما هما الكواليس بقى بينهم ومن بعض ايه، دي حاجة تانية احنا ما نعرفهاش. فممكن يكون هو استفاد في جزء زي ما بقول لك بقى بدني، لعيبة رجليها في الملعب في المباريات، بدل ما هي مباريات ودية مباراة أشبه بالمباريات الرسمية، النهاردة دخل على التشكيل لعيبة كتيرة جدا صغيرة، فممكن برضو يكون بيجربهم عايز يشوفهم. لو انت كنت المفروض بتعمل كده كانت من البداية كان ممكن انت تعمل الجزئية دي وتفهم الناس او تعرف الناس من غير حتى ما انت تقول انه البطوله دي يعني مش مهمه بالنسبه لي. بس لما انا اشوف علي جبر واحمد ايمن منصور واحمد فتحي وعمر جابر ودودو الجباس واسلام عيسى، صح؟ ويعني لعيبه وابراهيم عادل ومحمود صابر، يعني لعيبه من اللعيبه كلهم لعيبه اساسيه، ودونجا وهشام محمد، يعني لا لعيبه الهيكل الاساسي كله موجود، وبتغلب 3 ماتشات من الاربعه وبتعادل في مع ايسترن كامبي، لا يعني على يعني الثقة حتى بتروح، عدم المكسب دي بتضعف او بتقلل ثقة اللعيب في نفسه وثقة اللعيب في زمايله، ثقتنا كلنا في بعض، لما دايما بنقول المكسب بيجيب مكسب، والنتائج السلبية لما بتكر كده ممكن تدخل على الدوري. ما ده تبقى السؤال اللي نفس كنت عايز اسأله لك يا جيم، يعني دلوقتي هل النتائج السلبية دي مش ممكن تؤثر نفسيا على بيراميدز في الدوري؟ اكيد طبعا، اكيد لان المكسب بيجيب مكسب، اكيد طبعا، وخصوصا الفرق اللي انا كمان لعبتها. يعني لما انا مثلا سين بتكلم على النهارده مثلا مقصه كسب بيراميدز، لما هيجي يلعب في الدوري هتلاقي المقصه واخد ثقه على بيراميدز ان انا كسبتك لسه صح. من اسبوع ولا من 10 ايام، فعايز ان انا اكسبك تاني، فدي نقطه هم فقدوها دلوقتي، ان انا الرهبه بتاعت الفرق اللي انا بلعبها ما بقتش موجوده، لان انا اتغلبت من فرق معايا في الدوري، فممكن لما اجي العبه في الدوري ما لقاهوش بنفس الـ 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 الضعف، او ان انا ما بقاش انا بنفس القوه وبنفس الثقه اللي انا واخدها على الفرق دي. فدي نقطه مهمه جدا، لانه زي ما قلت لك النتائج السلبيه ممكن تكر معايا وتبقى تخش معايا في الدوري وتخش معايا في الكونفدراليه. فلغايه دلوقتي الاهداف بتاعه بيراميدز مش واضحه بالنسبه لي، انما المقصه من اكتر الفرق اللي استفادت من بطوله الرابطه بصراحه. يعني